اهلا بحضراتكم من جديد. بعظمة لسانه وقول كمان يا ابن النادي، مش عارفين هنلاقيها منين ولا منين. ايه الحكاية انه كل واحد من ولاد النادي هو اللي يتكلم وهو اللي يتناول وهو اللي يستعرض وهو اللي يستخدم للإساءة؟ هو احنا لما كنا بنقول ضبط المصطلحات ما كناش يعني بنتنبأ ان دي سبب مشاكل. خلاص بقت واضحة ان في نغمة من هو ابن النادي. البعض يتصور انه اللي يروح اختبارات الناشئين ويقبل ويستمر في قطاع الناشئين يبقى ابن النادي. طب ما في منهم جزء بيجي عند سن 20 سنه يمشي، بعضهم بيظل على ولائه وبعضهم بيغير رايه. ابن النادي قلناها 100 مره الذي يتسق مع مبادئه وقيمه وتقاليده ويحافظ عليه. ابن النادي من يتسق مع مبادئه وقيمه وتقاليده ويحافظ عليه، اللي يغير عليه، اللي يلتزم بضوابطه، اللي يلتزم بتقاليده، اللي يهمه مصلحته، اللي يناقش اموره حسب ما تعود وحسب ما تربى وحسب ما تقتضي تقاليد النادي، ده ابن النادي. ما يأذيش النادي. طيب، امبارح الكابتن مصطفى يونس كان ضيف في قناه تن للزميل اسلام صادق. في ثلاث اربع مواقف مهمين جدا لازم نناقشهم، ولازم نناقشهم بكل الوضوح والشفافيه والحرص على مصلحه الاهلي قبل اي اعتبار اخر. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب المجلس الحالي، ومجلس إدارة نادي الزمالك المنافس المباشر المحترم كابتن مصطفى يونس كابتن النادي الأهلي في الثمانينات، كيف يرى نسبة نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة الزمالك؟ نشوف علشان نحاول لو في حاجة الأهلي مقصر فيها نحاول يمكن ياخد نسبة مواد تحسين شوية بمناسبة مجموعة الثانوية العامة. نشوف الكابتن مصطفى يونس في نسبة نجاح مجلس إدارة الأهلي. بنسبة قد إيه تقيم أداء مجلس إدارة النادي الأهلي لغاية دلوقتي؟ بنسبة كام في المية؟ 15-20%. مرتضى منصور ناجح أم فاشل بمنطقك في نادي الزمالك؟ ناجح بدرجة امتياز في نادي الزمالك. محمود الخطيب ناجح أم فاشل في النادي الأهلي؟ لا، الخطيب مقبول في النادي الأهلي. مجلس إدارة الأهلي كابتن مصطفى بيديله 15% في مقابل امتياز لمجلس إدارة الزمالك برئاسة الأستاذ مرتضى منصور، والخطيب مقبول. هو يا أستاذ إبراهيم دائما النسب بتتنسب على أهداف، يعني 15% من إيه؟ لو أن الكابتن الخطيب كان وهو كان حريصا أنه يقدم برنامج انتخابي وبرنامج العائلة وكان في جرافيك، والراجل لو أن معدلات التنفيذ كانت 15% يبقى كلام مؤكد علمي جدا. لكن الشيء الوحيد اللي تقدر تقيم به مجلس مدى التزامه بالتحديات اللي قدامه. بالظبط. هذه التحديات على أرض الواقع في ثلاث أربع مناطق. المنطقة الأولى مؤكد رياضية، والرياضية فيها شقين، شق يتعلق بنشاط كرة القدم باعتبار ان دي أندية كورة ذات شعبية كبيرة، وأندية وجزء يتعلق بالنشاط الرياضي بكل الألعاب الرياضية اللي فيه، ثم الجزء الإنشائي والجزء المالي. ده ما يتعلق بمراحل أو أشكال التقييم اللي نقدر نقول عليها ال 15% دول مجلس إدارة الأهلي واخدهم في إيه بالظبط. علشان نضبط المسألة خلينا نقول في الكورة. الكورة الدوري شغال، كل سنة وانتم طيبين. رجع الدوري النهاردة، ولما رجع الدوري النهاردة راجع والأهلي متصدر المسابقة ب 49 نقطة من 17 مباراة، هو الوحيد الفريق الذي لم يهزم حتى الآن، أو 15%. حتى الآن الأهلي عامل رقم قياسي، كسبان 16 مباراة من 17 مباراة ب 49 نقطة. الزمالك صاحب الامتياز في المركز الرابع برصيد 28 نقطة. أبو 49 نقطة واخد 15%، وأبو 28 نقطة واخد امتياز. ده ولا كنترول
الدبلومات لا الفنيه. لا ده المعيار الوحيد. طيب ده الموسم اللي شغال اللي بدا النهارده واللي كان عوده النشاط الرياضي فيه وعوده الدوري واحده من شهادات النجاح الاداري للنادي الاهلي، لانه لما يطلع وزير الشباب والرياضه امبارح ويقول انه عوده الدوري كان انقاذ للرياضه المصريه كلها، ولما يطلع اتحاد الكوره امبارح ببيان يوجه فيه الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والى دعم كل جهات الدوله لاتحاد الكوره من اجل عوده النشاط الرياضي وعوده مسابقه الدوري، يبقى النادي الاهلي هو اللي بيتسق مع الاهداف العامه، يبقى النادي الاهلي هو اللي كان بيتكلم على المصلحه العامه، النادي الاهلي هو اللي تبنى وتعرض كتير جدا للرجم الاعلامي بسبب اتساقه مع هذه الاهداف العامه اللي كان بيحافظ فيها على مصلحه الوطن وضروره عوده البطولات. ده النادي الاهلي اداريا ابو 15%. الناحيه الثانيه الجزء الامتياز، شفتوا الاشواك اللي اتزرعت قدام عوده الدوري وكل الكلام اللي اتقال. فهنا خلينا نقيم الجزء الاداري، ده 15% وده امتياز. شوفوا الاتساق مع الاهداف العامه كانت عامله ازاي. ده ما يتعلق بالاداء الاداري ومدى انضباطه. ما يتعلق حتى بحصاد البطولات يا باشمهندس، منذ انتخاب مجلس الاداره هنا وهنا ايه اللي بيجمع الاهلي والزمالك؟ افريقيا ومحلي. في دوري ابطال افريقيا 2018 الاهلي والزمالك دخلوا مع بعض، طبعا دلوقتي 2020 الاثنين الحمد لله موجودين مع بعض في السبق، والاثنين وصلوا للدور قبل النهائي بيقابلوا الرجاء والوداد، ونتمنى باذن الله تعالى الفريقين المصريين يكونوا في النهايه وتسعد جماهير الاهلي بالتتويج ان شاء الله. اذا الاثنين موجودين مع بعض في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا حتى الان. 2018 اخر بطوله جمعتهم مع بعض في دوري الابطال، وقتها الاهلي ابو 15% وصل للنهائي، لعب مع الترجي وحصل اللي حصل في مباراه الترجي اللي كلكم فاكرينها. طب والزمالك صاحب الامتياز خرج من دور ال 32 قدام ديتشا، ولايه ديتشا الاثيوبي. دور ال 32، اذا دور ال 32 يا كابتن مصطفى يستحق امتياز، الخروج من دور ال 32 يستحق امتياز، اللعب في النهائي وخساره النهائي يا دوب ياخد 15%. الاهلي خد الدوري في السنتين اللي فاتوا ويتصدر الموسم الثالث حاليا، الزمالك خد 2 كاس. كاس مصر، الزمالك طبعا خد الكونفدراليه والاهلي ما كانش مشارك في الكونفدراليه. النادي الاهلي حاليا يتصدر الدوري، الزمالك خد البطولتين السوبر المحلي والسوبر الافريقي هذا العام، خد السوبر المحلي على حساب الاهلي بركلات الترجيح والسوبر الافريقي على حساب الترجي، ليه كل التهنئه. لكن الموسم الحالي لم يكتمل. والموسم اللي قبليه انت واخد السوبر. واللي قبليه انت واخد السوبر، الموسم الحالي لم يكتمل، اذا ده نشاط كرة القدم. احكموا انتوا شوفوا ال 15% اكبر ولا الامتياز. لا هي مش كده. 100%. لا مش هي دي، مش يعني ما تحسبهاش كده. اه. انا وحضرتك داخلين بنتنافس. اه. اذا حققت انجاز قريب من انجازي تحصل على امتياز. اه. وانا اذا حققت انجاز قريب من انجازك ابقى 15%. ده دليل ان حجمي يقيم على حجمي. وده ما اظنش يعني نادي الزمالك يستحق التقييم اكثر من هذا. لا يمكن تقيمه لمجرد ان هو بيقرب في البطولات من النادي الاهلي. الموسم مخلصي بالظبط. الزمالك نادي كبير جدا وبتاع بطولات طبعا، وطول عمره بيجيب بطولات. ايوه. ها؟ طبعا. الاهلي في حته ثانيه. وبيشوفوا لها تخريجه في الحلال والحرام والدوله ومش عارف ايه. لكن انا بس بتكلم المعيار العلمي. يكون كابتن مصطفى ربما لانه تعود على الاكتساح. انك انت لازم تكتسح كل البطولات اللي داخلها، فشايف لما ما تكتسحهاش تبقى مش امتياز. وان غيرك لما يستطيع ان ينتزع بطولات في وجودك يستحق الامتياز. والله لو شايفها كده رؤيه. نشاط الرياضي نشوف ابو 15% وابو 100%، ما هو امتياز ده 100%. ابو 15% النادي الاهلي يا كابتن مصطفى في النشاط الرياضي خلال عهد مجلس الاداره الحالي خد 32 بطوله في النشاط الرياضي، والنشاط الرياضي المقارنه سله وطايره ويد،
لا هنروح لبقيه الالعاب الفرديه ولا غيره، سله وطايره ويد رجال وسيدات والفريق الاول فقط. ده النشاط الرياضي. النادي الاهلي عنده 32 بطوله ابو 15% يا كابتن مصطفى. نادي الزمالك الشقيق ابو 100% عند الكابتن مصطفى، خد 6 بطولات. 6 بطولات. والبيان في كرة الطايرة للرجال، الأهلي خد في عهد مجلس الإدارة الحالي 6 بطولات، الزمالك ما خدش ولا بطولة. في الطايرة أنسات في عهد المجلس الحالي 7 بطولات للأهلي ولا بطولة للزمالك. رجال الكرة السلة 3 بطولات للأهلي وبطولة واحدة للزمالك. سلة سيدات 7 بطولات للأهلي، الزمالك في الأنسات بيلعب في الدرجة الثانية. كرة اليد الأهلي خد 2، الزمالك خد 5 بطولات، ويحسب للزمالك إنجازه الأفريقي الكبير في كرة اليد. في اليد للسيدات الأهلي خد 7 بطولات، الزمالك ما عندوش فرقة في اللعبة دي. 32 بطولة للأهلي أبو 15% يا كابتن مصطفى، و6 للزمالك أبو امتياز. فين تنس الطاوله؟ فين العاب القوه؟ وفين التنس؟ ما دخلناش في وفين الاسكواش؟ لا اما انت في الالعاب دي ده 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 10 صباحا برنامج كوجاك ونهوان اللي بحييهم بالمناسبه على برنامجهم الجميل. 10 الصبح في الاهلي. 10 الصبح في الاهلي كانوا مستضيفين عسل اللي هو تحت 19 سنه ويناطح الكبار على مستوى العالم. ادي بطولات وابطال. عندك ال عصر، عندك السكواش. انا بقول لك مدرب في السكواش وتنس الطاوله والتنس الارضي. انت عندك القوة. انت لو دخلت بيت الالعاب ال 32 دول هيعدوا ال 100. احنا قلنا دي الالعاب الجماعيه رجال وانسات، دي المقارنه اللي بينهم يا جماعه علشان يديلك حتى البطولات على مستوى الناشئين برضو في الكوره فروقات كبيره. يا ريت حد كان برضو جايات نجيب بقى المقارنات في كل شيء عشان نقدر نعرف بالظبط مدى نجاح او مؤشرات النجاح. طيب ال 15% وال 30 وال 100%، اداريا انا قلت لكم مدى الاتفاق والالتصاق مع الاهداف العامه فيما يتعلق بالكوره وعوده الدوري، ما يتعلق بالشفافيه ونزاهه الاداء. النادي الاهلي يا جماعه لما تعرض لما تعرض له من اتهامات واساءات، ايه اللي حصل؟ مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب هو اللي بادر بطلب لجنه من وزاره الشباب والرياضه للتحقيق والمتابعه. مجلس اداره النادي الاهلي هو من استقبل جهات ولجان تفتيش من كل الجهات الرقابيه في الدوله. هو اللي رفع عن نفسه الحصانه وطلب التحقيق. النادي الاهلي لم يتخفى وراء حصانه، النادي الاهلي لم يتهرب من مسؤوليه، النادي الاهلي عمره ما عمل الا في اطار من الشفافيه والوضوح والخضوع لجهات الرقابه او الجهات التحقيق الرقابيه. كانت النتيجه ايه؟ بعد كل الوش والدوشه والاساءات والكلام الفارغ اللي حصل، هذه الشهاده اللي تتحط في عين اي حد يسيء للنادي الاهلي او يسيء لمجلس اداره النادي الاهلي او يكرر اي اساءات او اتهامات تتعلق بالذمه العامه وتتعلق بسلامه الاداء في النادي الاهلي. شهاده من النائب العام انه ليست هناك ثمه اعتداء على المال العام في النادي الاهلي، وكانت شهاده ابراء ذمه كامله وواضحه بعد كل التحقيقات اللي جرت في النادي الاهلي ولجان التفتيش اللي اعملت سواء من الجهاز المركزي للمحاسبات، من الرقابه الاداريه، من نيابه الاموال العامه، من الضرائب، كل الجهات المسؤوله حققت وانتهت النيابه العامه الى هذه الشهاده يا باشمهندس. اللي انا عايز اقوله، لم يتعرض مجلس اداره في تاريخ النادي الاهلي لهذا الحجم من التحديات والازمات المصدره اليه اصعب ظروف. ورغم هذا يعني طالما ان احنا بنحسب بقى معايير النجاح، النادي الاهلي دافع عن حقوق او مجلس الاداره دافع عن حقوق النادي الاهلي في كل الاتجاهات بارقى وسيله واعلى مستوى، وحصل على شهادات ابراء ذمه في كل الاتجاهات. هذا في حد ذاته احترافيه اداريه عاليه جدا، خصوصا انها مشيت مع اسلوب النادي الاهلي في مواجهه الازمات
ان هو يتعامل مع الامور بحكمه ورويه وعدم انجراف للتصعيد. المهندس عدلي اشار في البدايه الى حكايه ابن النادي، لكن لما توصل المساله انه الكابتن محمود الخطيب مش ابن النادي، يبقى لازم نسمع الكابتن مصطفى. الخطيب مش من ولاد النادي الاهلي؟ لا، الخطيب ابن نادي النصر. نعم، ابن نادي النصر. الخطيب الاسطوره مش ابن النادي الاهلي؟ لا، هو جه من نادي تاني، جاب استغنى. الخطيب جالك تحت 18 سنه. 16 ونص تقريبا. تحت 18. انا بقول لك ما كانش فيه 17. ما اعرفش كان فيه 17 ولا لا. لو فيه 17 يبقى تحت 17. وهو نتيجه انك بتكتشف المواهب اللي لحد النهارده بتعملها. والكابتن صالح سليم مش افراز قطاع الناشئين. جاء ابن موهبه في المدارس وجابوه من الأرمان، من ميدان المساحه. التتش العظيم جه 19 سنة. التتش جاء بنفس الطريقه. كابتن طه اسماعيل، كابتن رفعه الفناجيل جاء من دمياط. سيد الدزو. يعني ايه معيار انك انت لازم تخش مسابقات الناشئين وتختار، سواء كملت او ما كملتش تبقى انت ابن النادي. واللي جه وعمل البصمات وحقق البطولات وارتقى بفكره وجهده وساند النادي الاهلي ولم يسئ الى النادي الاهلي يوما ولم يغادره، وساهم الاسهام المباشر في تنميه شعبيه الاهلي. الله، ده بسلوكه ولعبه وفنه واخلاقه. انا عايز اقول حاجه، لان كل من يتصور انه قد اتى بالبطولات للنادي الاهلي، هو اتى بالبطولات مع فريقه. مع فريقه. وكان دور النادي الاهلي دائما صناعه الفريق القوي اللي يسمح ان لعيبه تكمل في لعيبه. لو لم يكن النادي الاهلي يجيد صناعه اعداد الفرقه اللي تفوز بالبطولات، ما كانتش كملت، ما كانتش احتفلت بعدد بطولاتها ولا مشوار السنين ده كله. لو ما كانتش اتوجدت في الاهلي، لو في مناخ اخر يمكن ربما كانوا بطلوا بقالهم كام سنه دون ان يحصلوا على بطولات. فيبقى مش انت اللي جبت، انت ساهمت مع فرقتك، ولكن العين الخبيرة وظفتك بطريقة أن تكون مفيدا مع زمايلك أنك تحقق بطولات. يا حبيبي، مهندس الصفقات هو النادي الأهلي، حائز البطولات هو النادي الأهلي. اوعى حد يمن على النادي الأهلي في حاجة، اوعى حد يمن على النادي الأهلي في حاجة. النادي الأهلي، ولكن وانت بقى زي ما نقول الشموع الحمراء، في شموع تتوهج، لأن إدت اللي جواها، إدت إخلاصها، إدت فكرها، إدت ضميرها، إدت تاريخها، حطت الأهلي فوق الجميع. أنا هجيب لك البروشور اللي نزل فيه التعبير ده بتاع الانتخابات، لقيته 92. لقيته المطبوعة اللي كنا نازلين بيها. هي فوقنا، أهلي فوق جميعنا إحنا. إنك أنت اللي ما يحطش النادي الأهلي فوق أي اعتبار مهما كان إحساسه بالظلم، مهما كان إحساسه بأنه يستحق الأفضل، مهما كان إحساسه أنه كان يستطيع أن يصل إلى أبعاد أكثر مما وصل لها، هنا التضحية، هنا إحساسك بقيمة الأهلي. لكن لو عشت طول عمرك تقول كنت المفروض يحصل لي، كان المفروض يحصل لي، كان المفروض، هتشعر بغصه تخليك تخطأ في عيلتك، في بيتك الكبير. وده اللي احنا بنحذر منه، وده اللي كان النادي الاهلي دايما دائم الفرز. اللي مش هيقدر يفكر في النادي الاهلي قبل ما يفكر في نفسه ما كانش بينجح انه يكمل مشواره مع النادي الاهلي حتى النهائي. والموضوع في ظل الاحتراف اصبح بسيط جدا جدا جدا. ومحدش يا جماعه يزعل من لعيب يقول لك انا مصلحتي في الحته دي، بس تبقى واضحه المساله، تبقى واضحه. ما تقوليش بعمل صلاه استخاره، ما تقوليش اصلي والله مش عارف، لا، واضح. انا احترمت جدا جدا، وكنت اختلفت في توقيت الاعلان مع كابتن شريف اكرامي، لكن احترمت حط النادي الاهلي في الصوره الشفافه. خلاص، مفيش مشكله، يقدر النادي الاهلي يتدبر امره ويفضل شريف اكرامي بهذا المعيار ابن النادي.
هو اختار في لحظه ان هو فرصه في اللعب مش في ظل تألق. كلاعب محترف هو حاسس ان في ظل تألق الشناوي المنافسه مش هتبقى، وهو في سن عايز يلعب، عايز يلعب حقه. اي واحد عايز يلعب، ولو كابتن حسام عاشور كان قد اتخذ قرار بالاستمرار في اي نادي تاني كنا كلنا ساعدنا ان احنا ندافع عنه. هي الفكره كلها ما تسيئش للنادي الاهلي باي طريقه، اوعى تسيء للنادي حتى لو زعلان، حتى لو تشعر انك انت بمقياسك الشخصي ظلمت بعض الشيء. ما هو محدش استاذ ابراهيم، محدش هيحس وهو يمتلك الطموح والرغبه انه مش مظلوم. كلنا تعرضنا للحظات ما كنا اولى من غيرنا في حاجه، لكن في ربنا بيدي لك حاجه لما بتصبر تبعد، لكن يفتكروك. لا تعالى الحته دي تقدر تساعد فيها، يجربوك يلاقوك بتقدر، ماشي. ربما انا اسعد من غيري كثيرا، ها انا ما كنتش لعيب كوره، ربنا اداني ما اقدرش اشتكي. ما يجي يتقال لك تعالى اعمل قناه شركه الاهلي الانتاج الاعلامي عشان تديرها، بعدين تعملها ولا تديرها، ما ازعلش واطلع اقول ده انت جايبني من نادي الجزيره عشان كده، واخد بالك؟ لا، انا اشوف مصلحه النادي الاهلي فين. اذا كانوا هم بحسابات معينه انا مش موافق عليها بيني وبين نفسي، حاسس ان انا كنت اقدر اكون اكثر افاده، لكن متخذ القرار شاف كده انا اساعده ما ازعلش. انا كل اللي عايز اقوله ابن النادي اللي الذي لا يسيء الى بيته مهما علم من اسرار تخليه في يوم من الايام سعد غضب ممكن يبوح بيها، لكن ما بيبوحش بيها احتراما لمن باتوا ومنشأوا في هذا البيت. طيب، على الصعيد الانشائي، مجلس اداره النادي الاهلي الحالي بيواصل انجازات المجلس السابق واللي قبله واللي قبله في المزيد من التطوير لمنشآت النادي الاهلي. ولما بقول منشآت النادي الاهلي فانا بتكلم على اربع فروع، بتكلم على الجزيره، وبتكلم على مدينه نصر، وبتكلم على الشيخ زايد، والان نتحدث عن التجمع الخامس. الاربع فروع، فده المجلس اللي شغال في اربع فروع بيطورهم ويضيف لهم امكانيات انشائيه كل يوم، ويوفر لهم الموارد الماديه. فعايز يقارن بنادي لازال في مقر واحد، ده ياخد 15% وده ياخد 100%. لكن كمان الكلام اللي جاي مهم، انا معروض عليا قطعه ارض كبيره جدا باسم النادي الاهلي، يتعمل فيها استاد النادي الاهلي، يتعمل فيها مدينه كامله باسم النادي الاهلي، وهم لو عايزين يكلموني بعد البرنامج وانا هسلمهم للناس، وانا هاخد حقي من بره بس عشان ما ابقاش كذاب، عشان ما سوفش يعني يقول لك انت هتعمل بلاش. لا، مش هعمل ببلاش، وانا هاخد حقي من بره بس عشان ما ابقاش كذاب، عشان ما سوفش يعني يقول لك انت هتعمل بلاش. لا، مش هعمل ببلاش، وانا هاخد حقي من بره بس عشان ما ابقاش كذاب، عشان ما سوفش يعني يقول لك انت هتعمل بلاش. لا، مش هعمل ببلاش. قطعه ارض كبيره جدا في القاهره، والناس يا كابتن عايزين النادي الاهلي، هنعملها مدينه النادي الاهلي، استاد وملاعب ناس من بره يعني، ومدن قرى ناس من بره، الناس من بره ومن جوه. شوف، هو يعني بص، لازم تكون متسق مع ذاتك. كابتن مصطفى واضح وصريح ومتسق مع ذاته، قال لك انا راجل جايب فرصه للنادي الاهلي، قطعه ارض ناس، لكن هل الارض دي اسباب الخلاف؟ الله اعلم. لكن حتى في دي يعني اللي يقول لك انا هو بيقول كده وبيقول انا هاخد حقي من بره، هذا حقه يعني. يا استاذ ابراهيم، دي ما تزعلش ان حد يجيب حاجه يتصور ان هو، بس اللي يزعلك ان دي تكون سبب الخلاف بينك وبين الناس بس، لكن غير كده انت جبت حاجه عرض، الناس قالت لك هنديك حقك، النادي الاهلي انت بتقول مش عايز منه حاجه، يبقى ماشي كتر خيرك، لكن ما تكونش دي سبب الزعل يعني. هو بس ده اللي انا معترض عليه. اما الباقي ده هو كل انسان حر يدير حياته كما يراها ويتسق مع ذاته. كل واحد حر، ومجلس الاداره عنده من الارض المخصصه من قبل الدوله اللي اشتراها من قبل الدوله الخاضعه لكل الجهات وكل الامور الرقابيه ما يفي بكل هذه الالتزامات. ف
في كل المرافق والمنشآت اللي انتم شايفينها في مراحل التطوير اللي اعضاء النادي سعداء بيها جدا، في كل الاضافات الجديده اللي بتتعمل كل يوم لامكانات الاهلي الانشائيه في كل افرعه. المسائل واضحه جدا في حجم التطوير الهائل لمرافق الاهلي المختلفه. فهي المساله مش هنتخانق على حته ارض. السؤال هو ده السؤال. ايوه ده سؤال حقيقي طبعا. هو وكل يوم بيجي ناس عرض اراضي يعني في المحافظات، حتى لما عرفوا ان النادي الاهلي واديك شفت في الاقصر وفي المنصوره لحد النهارده وفي اسكندريه وفي حتت كتير. ناس كتير وفي اسيوط عندك ناس اتصلوا واتصلوا بيك يمكن عشان تقول هذا الكلام، لكن من حق النادي الاهلي يختار التوقيت اللي يقدر عليه. هل هو محتاج ارض؟ ما هو الارض مش هتبقى ببلاش. وده لما يروح بيروح لجهاز الاسكان. ما انا اسالك سؤال. مفيش ارض ببلاش. حتى الدوله مش هتديك ارض ببلاش. طبعا. فانت حاجه من اثنين، يا هجيب لك شريك في النادي الاهلي ودي تبقى عمليه صعبه جدا، يا اما هيجي واحد يبيع لك الارض دي مقابل انك يعني تنمي له حاجه، ممكن يديك جزء ببلاش. مثلا لو عنده 100 فدان يقول لك اعمل النادي هنا في 10 فدادين، بس المتر عنده في 90 فدان هيبقى مثلا من 1000 جنيه ل 50000 جنيه، فيقول لك لا ده انا العمليه بالنسبه لي ممكن ادي 10 فدادين هديه للنادي الاهلي، ايا كان الموضوع. لكن هو النادي الاهلي محتاج اراضي ولا لا؟ ده موضوع تاني ويبحث لوحده بعيدا انه يبقى مصدر خلاف، بس ده اللي انا عايز اقوله. ما ينفعش يكون ده ان يكون هو، لان كل يوم ما انت لو خدت من ده الثاني هيقول لك انت ليك مصلحه هنا. وانا بشتغل اراضي كنادي، انا في النهايه كدوله كنادي بتعامل مع دوله. هل انا لو طلبت من الدوله ارض هتديني ولا لا؟ بالظبط. وممكن الدوله يكون مصلحتها انك تديني عشان تنمي في الحته دي. يعني هو انت لما خدت الارض بتاعت النادي الاهلي دي جنب بيت وطن اللي تهم الدولة بالظبط، واخد بالك انها تسوقها منطقة بقى جنبك اللي بينها وبين العاصمة الإدارية 3-4 دقايق على المحاور. للدولة رؤية انها تخصص لك في الحتة دي عشان تنمي المجتمعات. فده موضوع تاني مالوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيها. طيب ايضا يرد دايما وابدا واحنا بنتكلم على حتة ابن النادي يا جماعة نقطة مهنية مهمة شوية تتعلق بالعاملين سواء في القناة او في المجلة او في منظومة الاهلي الاعلامية، لانه البعض بيتصور يقول لك ايه؟ ما هم اللي بيشتغلوا في الاهلي بيهاجمونا علشان ده اكل عيشهم. ما هو اكل عيشهم. وحد قال لك؟ لا هو ان احنا شغالين في جمعيه رساله. هو انا بس يا صدر. احنا شغالين محترفين في اداء عملنا. انا ده الاولى بس بعد اذن حضرتك، الاولى بابناء النادي اللي ليهم كل التقدير والتحيه هم اللي يكونوا اكثر غيره واكثر تمسكا واكثر حرصا على تقاليد النادي، اللي هي ما ينفعش تسالوا على المشاع، ما ينفعش تتكلم عنه خارج نطاق الغرف المغلقه، كلهم اصدقاء لاعضاء مجلس الاداره، وكل واحد يتكلم يقول لك ايه؟ اعضاء المجلس اصدقائي، رئيس النادي صديقي، ده سرير واحد، ده لقمه واحده، كل ده شيء رائع جدا، بينكم تاريخ مشترك رائع. الاهلي فين من ده؟ الاهلي مش قاصر على كل واحد لعب بفانيلا حمراء يا جماعه، الاهلي عنده محبين من كل القطاعات في المجتمع اللي ممكن يكونوا ما زاروش النادي وما شافوهوش. هم عندهم غيرة وعندهم حب وعندهم حرص على النادي. المطلوب ان الكل يكون على نفس درجة هذا الإخلاص وهذا التفاني وهذا الحرص على اسم النادي وصورة النادي وتقاليد النادي. لكن فكرة لما حد يدافع عن النادي الأهلي الصدول أكل عيشهم، ما أنا قلت لك احنا مش شغالين متطوعين، لكن مهمتنا كمهنيين الالتزام بضوابط عملنا، الالتزام بالحفاظ على تقاليد النادي، احترام كل منظومة النادي. لما نختلف في هذه الأمور تعالى حاسبني وهفتح معاك دفاتر كتيرة قوي قوي. لكن ما دمنا بنتكلم على الصح، المفروض أبناء النادي هم الأكثر حرصا. ما دام أنت صديق لأعضاء مجلس إدارة وصديق لرئيس النادي، ما عندكش صعوبة أن أنت تلتقيهم أو تلتقيه وتقول له وجهات نظرك وهنقدر غيرتك على النادي وحرصك عليه. لكن قصر الأهلي على كل واحد لعب فانيلا وعرق فيها كلاعب خد مقابل ادى وخد على انه هو فقط اللي من حقه يتكلم على الاهلي، لا دي كلام محتاج مناقشه كبيره. انت كاعلام انتميت للنادي الاهلي سواء في مجلته او في قناته خدت المقابل، اللاعب ايضا انتمى للنادي الاهلي خد المقابل، انت اخلصت
ومعظمهم اخلص طبعا. هي المعادله كده. هو ما يجي يتقال ايه دلوقتي هيهاجموا، احنا ما بنهاجمش، احنا بندافع عن النادي الاهلي بالظبط. هل ده دورنا؟ مؤكد ده دورنا طبعا. ليه دورنا بقى كمان يا استاذ ابراهيم؟ دي الحته الاضافه اللي عايز اقولها. هي اشكاليه النادي الاهلي الاعلام المعاون، الاعلام المساند. في النادي الاهلي ما فيش اعلام مساند، بيعتمد على ذاتيته، ادواته، المحترف، مجلته، موقعه، قناته. لكن ابسطها البرامج اللي بتستضيف الناس اللي عندها غصه من النادي الاهلي، من ابناء النادي الاهلي واللعيبه الثانيه اللي تهاجم النادي الاهلي، ما دي ده اعلام مساند، ده موجود داخل قناه النادي المنافس ومعظمهم خارج الاطراف المساعدة. دي ده الاعلام المساند، الاطراف الصناعيه. تخيل انت بقى لو في الاعلام المساند ده، ما انت لو طالع هتساند النادي الاهلي ما كنتش هتطلع. واخد بالك؟ هم بيناقوا المتضايقين اللي ممكن يعني يستغلوا هذا الضيق في انه يقولوا كلمه يستندوا اليها. وادوار خلاص بقت مفهومه في هذه البرامج، ويجيبوا الناس، واحنا قلنا الحلقه اللي فاتت تجيب واحد بدون مناسبه، مش عارف انت بتحب الاهلي ولا انا بكره الاهلي. هو يعني انا اول مره هاتولي في تاريخ الرياضه قبل السنه دي حد بيطلع يتاجر بالكراهيه، وكان هذه هي الـ يعني الهدف او المغزى من ممارسه الرياضه. الناس تقول لك انا بحب الزمالك، انا بعشق الزمالك، انا شايف الزمالك يا سيدي نادي قول اللي انت عايزه، انما مش بالاساءه، انما انك انت هي مباراه في الاساءه، توصل انك انت تقول انا بتمنى يخسر من اي نادي، انا بكره النادي الاهلي. فين يا اخينا؟ اكره ما شئت، سيبقى الاهلي لجمهوره. بعد الفاصل كلام مهم جدا، وناس كتيره هتتمسك من عظمه لسانها.